الجزء الثاني ابو عبد الله اسلم الله يطول عمرك ويسلمك. جاء الثالث الفاس الثالث اي نعم قال يا هند ترى الرجال ذكور والاسم واحد لكنهم بالنايبات انواع. الثالث اللي له وقار وهيبه وليا حضر جات الاسود اسباع حكيم راي وكلمته مسموعه وليا حكم بين الرجال يطاع ميزان عدل ولا يجامل في الخطا. الله عطاه الحلم والاقناع قلت وانا طمعان في بنت عمي ولا في سيل الا معه متزع. يا سلام. قال عاد الثالث يا الرابع الله. يا هند يا هند قالت يا لبي قال ترى الرجال ذكور والاسم واحد لكنهم بالنايبات انواع. الرابع اللي جامع ذي كلها وشبر على ربعه يزود ذراع قلت وانا طمعان في بنت عمي ولا في سيل الا مع متزع. قالت يا يبابي الرابع اللي جمع العلوم الطيبه كلها. اختارت ابناء الاربعه الرابع. الرابع لانه مجمع العلوم الطيبه كلها. الله. وهذه الله يطول عمرك وعمر المشاهدين الاعزاء يؤخذ عدم التسرع باتخاذ القرار. لان وشو؟ يبون لازم تسمع من ذا وتسمع من ذا ولا تحكم على طول. الاول جاء اول واحد كريم والثاني جاء شجيع. والثالث حكيم لكن الرابع مجمع هذه كلها. الله. فاختارت اللي وين مجمع العلوم الطيبة كلها. فهذا عدم التسرع باتخاذ القرار انك تروى وتسمع من الجميع. نسأل الله ان يحفظكم وشكرا لك. الله يطول بعمرك على القصة الثمينة يا ابو عبد الله وبيض الله وجهك. وهذا الجزء الثاني منها بيض الله وجهك يا ابو عبد الله. الله